طيب عندنا اخبار كمان كتير، لكن الملف الاخر اللي عايز اتكلم فيه هو بيتعلق بوليد ازار. الكلام على وليد كتير جدا، البعض بينتقد وليد ازار، مفيش حد فوق الانتقاد، دايما عادي ان انت تنتقد اي لاعب، عادي جدا ما فيهاش حاجه. لكن في نفس الوقت واحنا هنا في الحقيقه مش بندافع على العيب بعينه، احنا بنساند كل اللاعبين. وليد ازار لاعب بيضيع اهداف كتير، حقيقه بيحصل، فعلا بيحصل. لكن في نفس الوقت وليد ازارو احرز اهداف كتيره جدا مع النادي ده، وهي سمه من سمات المهاجم على فكره اللي مش مطلوبه شويه، انك تحرز اهداف وتضيع اهداف. التضييع شويه كتير عند ازارو للاسف، الحته دي موجوده. لكن في نفس الوقت لما تيجي تبص بقى معايا كده على احصائيات وليد ازارو، وانا معايا الخبر ده من روزال يوسف وحبيت ابتدي بيه الحلقه. الظالم والمظلوم، ازارو اخطر مهاجمي الاهلي واكثرهم اضاعه للفرص. الاهلي يدافع عن الاسد المغربي على السوشيال ميديا. الموضوع مش محتاج دفاع ولا حاجه، وليد ازارو لاعب مميز جدا، عنده قدرات مميزه جدا، بيقابله سوء توفيق او سوء تصرف، عشان اكون واضح معاكم برده، سوء تصرف في انهاء بعض الهجمات. لكن في نفس الوقت لما تيجي تبص على ارقام وليد ازارو مع النادي الاهلي، وليد ازارو احرز كام هدف مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه؟ احرز 40 هدف، انت متخيل؟ 40 هدف للمهاجم المغربي وليد ازارو مع النادي الاهلي. طب في كم مباراه؟ في 82 مباراه، انا كده بتكلم في التوتال، كل مشاركات وليد ازارو في مختلف البطولات مع النادي الاهلي احرز 40 هدف في 82 مباراه، يعني تقريبا كده لو لغيت الماتشين اللي هم الاثنين بلس 80 دول، تقريبا كده وليد ازارو جايب جون كل ماتشين، وده معدل في الحقيقه مميز. طب ما بالك ان وليد ازارو كمان بيستغل، لو كان بيستغل الفرص اللي بتتيح لي في المباريات كان هيبقى عنده كام هدف؟ طب ده بيدل على ايه؟ في الاخر بيدل ان انت عندك مهاجم مميز جدا، مهاجم قوي وشرس جدا جدا جدا، متعب لخطوط الدفاع للفرق المنافسه، بيقدر ان هو يحرز اهداف، بيضيع اهداف، لكن دي سلبيه اكيد اكيد هيكون في شغل عليها خلال الفتره الجايه مع وليد ازارو. جون زي ده مثلا جون صعب جدا، مش اي واحد هيروح حاطط دماغه كده في الماتش بتاع الاسماعيلي، اعتقد مش اي واحد هيكون حاطط دماغه، مش اي واحد هيحط جسمه كده في كره ممكن تكون صعبه شويه، هيخاف على نفسه، اي لعيب طبيعي هيخاف على نفسه. بص الكره دي رمى نفسه وحط كره والحارس خبطه وخبط جسمه بتاع، هو فدائي شويه وعنده حماس وقوة بشكل كبير وشراسة على المرمى، أو على الأقل في التعامل مع المدافعين، وده في الحقيقة مطلوب جدا جدا جدا. تاني، إحنا هنا مش عشان بندافع على وليد أزار أو عن وليد أزار، لا، اللاعب بيحقق المطلوب من خلال إحراز أهداف. هل مطلوب من وليد أزار أكتر من كده؟ مطلوب من وليد أزار أكتر من كده. طيب إزاي؟ هنعمل إيه؟ هنتعامل إزاي مع الجزئية دي؟ لا، اللاعب هيشتغل على نفسه، رغم ان هو هداف تقريبا الجيل الحالي وليد ازارو بالاهداف العديده اللي جابها مع النادي الاهلي، لكن مستنيين منه اكتر وواثقين ان هو هيتحسن في موضوع اضاعه الفرص. وخلينا نقول ان الموضوع لحد دلوقتي سوء توفيق لوليد ازارو، لكن الراجل عنده عنده كوره، عنده حس تهديفي، بيتالق مع النادي الاهلي، السلبيه الوحيده عند وليد ازارو ان هو بيضيع بعض الفرص. السلبية دي بإذن الله هتتلاشى خلال الفترة اللي جاية من خلال تطوير اللاعب لنفسه. وبالمناسبة أي واحد محتاج دايما إن هو يتطور مهما وصلت، لو أنت افتكرت نفسك إن أنت أجمد واحد في الدنيا يبقى أنت خلاص وقفت على كده ومش هتتطور، وهتلاقي ناس أحسن منك سبقوك. لكن وليد أزارو هيتطور بإذن الله، هيتطور من خلال شغل الجهاز الفني معاه، أكيد هيكون في شغل الجهاز الفني معاه. لكن أنا حبيت أتكلم في الجزئية دي بالتحديد لأن البعض يقول لك إحنا محتاجين مهاجم، ربما النادي الاهلي يتعاقد مع مهاجم، وارد جدا. طبقا لرؤيه النادي الاهلي، طبقا لرؤيه لجنه التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي، وجهه نظرهم ممكن يكون الاهلي محتاج مهاجم، هيضم مهاجم اكيد، ثق في كده تمام. لكن في نفس الوقت ما تغفلش ان انت عندك مهاجمين مميزين جدا. مين هم؟ وليد ازارو اللي احنا بنتكلم عنه، مروان محسن مهاجم دولي، اتظلم شويه على فكره، اتظلم لان فتره من الفترات ما كانش بيلاقي اللي بيساعده في احراز الاهداف، لان المهاجم مش بياخد الكره من جون لجون يروح يجيب جون يعني. فلازم بيكون في عوامل بتساعد المهاجم على انهاء الهجمات، وده الدور الحقيقي لاي مهاجم. وبالتحديد مروان انا بتكلم في ظلمه مع المنتخب، المنتخب كان فاضي من الاخر. منتخب مصر البطوله اللي فاتت دي كان فاضي، مفيش حد. عندك صلاح نسبيا، طارق حامد، الشناوي.
مروان محسن هل جات له فرصه وهو ضيعها؟ فكر كده، مفيش حاجه ضاعت. طيب بلاش ازار وبلاش مروان محسن. عندك لاعب واعد جدا، ومش عايز اقول لفظ واعد لان هو اصلا عنده خبرات في الدوري المصري بالمناسبه، صلاح محسن مع انبي تالق بشكل كبير والنادي الاهلي جابه وما خدش فرصه الكافيه لاثبات جدارته، لكن ايضا عندك لعيب مهم ومبشر. اذا خط الهجوم عندك كويس، ممكن يكون محتاج تدعيم وارد برضه عشان كلامي يبقى واضح، عشان ايه يبقى ما فيش اي تعليقات يعني، او وارد ان هو النادي الاهلي يفكر في مهاجم، لكن في نفس الوقت انت عندك مهاجمين مميزين جدا. فبالتحديد وليد ازارو محتاج الدعم والمسانده من كل الجماهير، وهو ابتدى كمان في مباراه تطلع بره كره باكورد رائعه جت في العارضه، في كذا كوره ضيعها كانت سهله، او كوره بالتحديد واحده كانت سهله شويه، لكن في نفس الوقت جاب جونين مهمين جدا جدا، وبيتالق وبيحرز اهداف عديده مهمه قوي لمساندته ومساعدته على التالق مع النادي الاهلي. مش عايزين نهبط من معنويات لاعبتنا يا جماعه، وده امر مفروغ منه. احنا هدفنا ايه، او كل هدف الجماهير الاهلاويه بالتحديد ايه؟ ان يشوف دايما فريقه او فرقته في المقدمه، يشوف دايما لاعبيه بيتالقوا بالشكل المطلوب. التالق ده هيبقى ازاي؟ انا مصر في الحقيقه، وقد حضراتكم تتفقوا معايا في الجزئيه دي، ان لازم يكون في دعم وفي مسانده ورفع للروح المعنويه، مش هدم. الهدم مش في صالح الاهلاويه اطلاقا. فعندنا مهاجم كويس او مهاجمين كمان كويسين، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحله القادمه.